إذا عم تغيري بلد أنا رح ساعدك. رح تحسي حالك كتير وحيدة، بفرحكم بس تسمعوا لغتكم. بتحسي حالك غريبة ببلدك وغريبة ببلد اللي أنت عايشة فيه. أنا وين؟ أنا رجعت على بلدي، هيدا بيتي، هون هويتي. هاي أنا جوا، أنا لبنانية بس عايشة برات لبنان. سو اليوم رح نحكي عن كل شي لازم تعرفوه قبل ما تنقلوا بلد. بس قبل ما تنسوا تعملوا فولو لهي ماجا على انستغرام، تعملوا لي فولو لإلي على انستغرام، وما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب لهيدي القناة وتزوروا موقع هي. حبيت شارككم بهذا الفيديو لأنه بعرف إنه في كتير ناس تنقل كرمال تدرس برا او بتجيها فرصة عمل برات بلدها، وانا كنت من هول الاشخاص. وهلا بقول يا ريت كان في حدا يقول لي شو رح قلكن اياه هلا، اشياء لازم تعرفوها قبل ما تنقلوا بلد. وكمان هذا الفيديو للناس اللي عم تنقل حتى لو ببلدها بس بمنطقة بعيدة عن اهلها، بعيدة عن رفقاتها، بعيدة عن المجتمع اللي معودة عليه. كنت عارفة انه النقلة رح تكون صعبة بس ما كنت عارفة قديش رح تكون صعبة. وما بديكم تخافوا، رح يمشي الحال، بس اول فترة ما رح تكون كتير هينة، رح كون كتير صريحة معكم. لانه ليش رح كذب وقلكم انه الحياة حلوة وكل شيء حلو؟ لا، اول فترة رح تكون شوي صعبة، خصوصا لشخص اذا مثلي كتير متعلق بمجتمعه، كتير متعلق بعائلته. كتير صعبة انه تكوني بعيدة عن كل شيء بتعرفيه لانه كل شيء رح يكون جديد. هلا مثلا بس دق لاهلي نهار الاحد يكونوا عم بيتغدوا مع بعض، بزعل شوي انه انا كمان بدي اكون معهم. هذا الشيء شوي بزعل بس مع الوقت تتعودوا. هي كل الفكره انه بس تنقلوا بدكم تتعودوا على كل شيء، رح ياخذ وقت هذا الشيء. انا نقلت على بلد ما فيه عرب ابدا، يعني اول شيء ما فيني احكي لغتي، بس فيني احكي لغتي مع باسم اللي هو جوزي. سو لازم تتعودوا انه تحكوا انجلش او ما بعرف اللغه اللي بالبلد اللي انتم فيه. هذا الشيء اول فتره صعبه لانه انا معود انه بحكي عربي، فبدي اتعود انه قول كل شيء عم فكر فيه بغير لغه. هذا الشيء كثير اخذ من راسي، كثير اخذ من طاقتي. ثاني شغله، انا كثير بحب الكومفورت زون تبعي، كثير بحب منطقه الراحه تبعي. بس سافري لبرات بلدك مجبورة انه تظهري من منطقة الراحة تبعك، لانه اذا ما ظهرتي منها ما رح تتعرفي على حدا، ما رح يكون عندك اصحاب، ورح تحسي حالك كتير وحيدة. فانا اللي عملته هو انه بلشت رياضة، شي كتير هين، بس بلشت رياضة وتعرفت على عالم بصف الرياضة، وصار عندي هيك شوية اصحاب بس لانه عملت اكتيفيتي جديدة. فبس تروح على بلد جديد عمل شيء يخليك تتعرفي على ناس. هلا وصلنا للاكل. الاكل اللبناني بالنسبه لإلي كثير مهم بحياتي. بس تروح على بلد غريب اوكي بركي تلاقوا اكل لبناني بس ما رح يكون مثل الاكل ببلدكم. ما بعرف فسلكم بس ما في شيء مثل اكل بلدكم، ما رح تلاقوا. فبس ترجعوا تروحوا تزوروا بلدكم، استفيدوا قد ما فيكم، كلوا كل شيء من بلدكم لانه كتير رح تنبسطوا فيه زياده. وبعرف انه دائما بنشوف اهالي عم بيعطوا اولادهم من الطبخات هيك بتبروايرز هيك عم يبعتون مع اولادهم اللي عايشين برات بلدهم. قبل كنت اضحك انه كتير بالنسبه لإلي شيء هيك انه ليه، بس هلا صرت افهم لانه عن جد رح تشتاقوا لاكل امكم بالبيت. نقطه كمان ما كنت عارفه انه هالقد رح حسها مهمه، بس اسمع حدا عم بيحكي عربي بالبلد اللي انا فيه مش معقول شو بنبسط، بصير بدي اعرف هاللهجه من وين، هيدا من وين، بدي احكي، لا بدي اتعرف عليه، لانه كثير رح تنبسطوا هيك بتحسوا انه بمنطقه الراحه. نرجع على منطقه الراحه لانه هيك اللغه، ما بعرف في شيء هيك بفرحكم بس تسمعوا لغتكم. كمان رح تاخذ وقت لتستوعبي انه انت صرت ببلد جديد، يعني انت كل يوم رح توعي تقولي انا وين، اوكي؟ هي رح تاخذ وقت لتتعودي على النظام الجديد بحياتك، وهذا الشيء كثير طبيعي، ما تخافي، ما تحسي انه يو دونت بيلونج او انت منك بالمحل اللي المفروض تكوني فيه، شيء طبيعي انه تاخذ وقت لانه انت معوده بركي كل حياتك بنفس البلد، لتجي تغيري كل شيء بحياتك منه شيء هين، يعني هذا الشيء انت كثير قويه انه عم تعملي هذا الشيء، لازم تكوني فخوره بنفسك صراحه. وهلا بما انه بلشت تتأقلمي ببلد جديد بس ترجعي على بلدك رح تحسي انه انا ببلدي بس مني حاسه انه انا
هون هويتي، وبس تكوني بالبلد اللي انت صرتي فيه كمان ما رح تحسي انه هيدا بلدك، فرح تحسي انه عم تخسري هويتك، منك عارفة اذا انت ببلدك ولا بغير بلد، مش عارفة هويتك وين، فبتحسي حالك غريبة ببلدك وغريبة ببلد اللي انت عايشة فيه. انا بعدني لهلأ عم جرب اعمل هيك توازن تعرف حالي وين هويتي، فكمان هيدا الشيء كتير طبيعي. بس رجع بلدك هيدا الشعور رح يضل بركة 3-4 ايام وبعدين رح ترجع تتأقلمي تحسي حالك ببلدك. اليوم انا وسايقه لهون كرمال اجي اصور كنت عم فكر انه مش معقول راسنا شو قوي قديه بيتذكر تفاصيل صغيره. انا وسايقه لهون هالشجره صغيره بتذكر وينها، هالبيت الصغير بتذكر، يعني تفاصيل صغيره ما بعرف كيف راسنا بيتذكر هالاشياء، بس هول الاشياء هن الاشياء اللي بتخليني احس انه انا رجعت على بلدي، هيدا بيتي، هون هويتي. هيدي النقطه كتير مهمه، رح تشتاقوا لاشياء ما كنتوا حتى عارفين انه انتوا بتحبون، يعني اشياء صغيره ما كنا نعطيهم اهميه نحس انه لا اشتقنا لهم. مثلا كل ويك اند انا ورفقاتي وباسم كان عنا البلان انه نروح نتعشى نرجع نروح على السينما كل ويك اند كل ويك اند. هلا صرت اشتاق لهالشي مع انه انا قبل كنت اخده انه ايه يلا منروح ايه يلا منروح، هلا صرت احس انه لا قديه كان حلو هيدا الشيء الصغير اللي كنا نعمله. هيدي هلا بركي اهم نقطه رح اقول لكم اياها، لانه هي غيرت لي حياتي، غيرت لي ليترلي حياتي. بس تسافري تعيشي برات بلدك رح تعرفي مين رفقاتك الحقيقيه عن جد. بس صرت عايشه برات لبنان خسرت كثير من رفقاتي، لان صرت اعرف انه ما بيسالوا عني، يعني بيقطع اشهر ما بيسالوا عني لانه كل شيء ببين بس يصير فيه بعد. بعرف انه هذا الشيء بخوف انه تخسروا رفقاتكم، بس اول شيء كنت ازعل، بس هلا صرت اقول انه عن جد ماني عايزه حدا، اذا عندي اهلي وعندي باسم ورفيقتين ثلاثه عن جد هذا الشيء بيكفي، ما نكون عايزين سيركل كبير هيك كتير اصحاب. مهم انه يكون عندكم هول اللي بتعرفوا انه هن عن جد بحبوكم وعن جد بهمهم انتو كيفكم وكيف حياتكم. اهم شيء النوعية مش الكمية، وهيدي اخر نقطة رح لكم اياها، هي انه اول فترة رح تكون صعبة بس بعدين رح تخلقوا مثل انتو روتين لحالكم ورح تصيروا هيدا كتير تنبسطوا فيها. يعني انا مثلا بقوم بروح على صف الرياضة بجي على البيت بشتغل، بس باسم يخلص شغل منروح منمشي كلبتنا، بعدين في العشاء سوا، يعني كتير شيء سيمبل، بس هيدا الشيء هيك ما بعرف هيدا الشيء صار يريح لي نفسيتي. هلا بعرف انه رح يكون كتير صعب اول فترة اذا عم تنقلي، بس ما تخافي، واذا عندك حيلا سؤال فيك تكتبي لنا اياهم بخانة التعليقات ورح جرب قد ما فينا ساعدكم، لانه بعرف بشو عم تقطعي، فبعرف انه فينا نكون حد بعض ونساند بعض. باختصار نقلة صعبة، بس انت قوية انف انه تقطعي بهالمرحلة وبعدين تنبسطي بقرارك، لانه بتعرف انه عم تعملي شيء منيح لنفسك ولحياتك، وهذا الشيء رح يخليك تصيري ناضجة اكتر. سو هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم، اي هوب انه هول النصايح يكونوا ساعدوكم. بعرف انه مش هين، بس you can do this. So إذا حبيتوا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوا تعملوا فولو لهي ماجا انستغرام وتعملوا لي فولو لإلي على انستغرام، وما تنسوا كمان زوروا موقع هي لتشوفوا كل المواضيع اللي بتهمكن، وبشوفكن أسبوع الجاي. باي.